لم يسبق في بلادنا أن حظي القضاء بمثل العناية التي حظي بها بمقتضى الدستور في صياغته الجديدة. وفي ذلك فإن السيد رئيس الجمهورية قد وفى بأحد أهم التزاماته بتكريس عدالة مستقلة، وقد نبع حرصه على ذلك من صوت الشعب الجزائري الذي صرخ عاليا بصوته الجهور مناديا بعدالة مستقلة لا تطبق إلا القانون وكل القانون. إنه صوت الحراك الأصيل المبارك الذي طالب بدولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية شعبية لا يظلم تحت سلطتها أحد.